أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن لدى روسيا الحق في ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية التي حولت استخدام راجمات الصواريخ بعيدة المدى ضد بلاده. وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن بلاده تحتفظ بحقها في إبعاد تهديد أوكرانيا عن روسيا ومنطقة دونباس إلى مسافة تساوي مسافة التدمير المحتملة للصواريخ الجديدة، إلى جانب الحق في ضرب مراكز اتخاذ القرارات باستخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة ضد روسيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن روسيا سترد على الإمدادات الغربية من الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من خلال تكثيف جهودها لدفع القوات الأوكرانية بعيدا عن الحدود الروسية. هذا ووصف لافروف قرار عدد من دول الناتو بمنع طائراته من المرور عبر أجوائها إلى صربيا بأنه غير معقول، لافتا إلى أن المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة ليست قريبة. القرارات التي اتخذها بعض أعضاء حلف شمال الأطلنطي والقرارات التي حلت دون زيارتي إلى صربيا بالتأكيد لا يمكن تصورها، وأنا أتفهم الاهتمام الذي تبدونه لتقييمنا لهذه الأمور المشينة، فهذه الخطوة كانت حرمانا من حق دولة ذات سيادة في تنفيذ السياسة الخارجية، وهذا دليل آخر واضح للغاية حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في استخدام أكثر الأساليب انحدارا للتأثير على أولئك الذين يسترشدون بالمصالح الوطنية وغير المستعدين للتضحية بمبادئهم وكرامتهم من أجل القواعد نفسها التي يفرضها الغرب بدلا من القانون الدولي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول خريف هذا العام. يأتي هذا في حين بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع زيلنسكي جهود إنهاء الحصار الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حيث تم بحث المفاوضات الدبلوماسية الجارية من أجل تحقيق ذلك. أطلقت القوات الجوية لحلف شمال الأطلنطي والدول الشريكة له مناورات عسكرية في سماء دول البلطيق. وجاء في بيان صدر عن مركز الخدمة الصحفية لمقر قوات الدفاع الإستونية أن التدريبات الجوية لحلف الناتو ستستمر لمدة 4 أيام بهدف ضمان أمن المجال الجوي لدول البلطيق وإجراء الاتصالات والتحكم مع التدريب على حالات فقدان الاتصال ومرافقة الطائرات وعمليات البحث والإنقاذ. أمرت وزارة العدل الأمريكية بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى استخدام الطائرتين في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقالت الوزارة في وثائق قضائية إن الطائرتين توجهتا إلى مناطق روسية في وقت سابق هذا العام في انتهاك لقيود أمريكية على التصدير.